السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بكم في الجوله الثانيه في المحل ديال الاثاث اللي مشيت ليه داك النهار. حطيت لكم فيديو من قبل، اللي ما شافوش يرجع يشوفه. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الجوله الثانيه ديال هذا المحل اللي هو محل رائع جدا، اثاث فاخر وزوين بزاف. كنتمنى تعجبكم هذه الجوله، خليكم حتى الاخير وفرجه ممتعه.